ومع الخطط الغربية بتقييد موسكو اقتصاديا عسكريا على الأرض، تسير أوكرانيا نحو تحرير المزيد من أراضيها بعد انسحاب روسيا من خيرسون. تقاتل القوات الخاصة الأوكرانية الآن الروس في الجزر والمستنقعات إلى الجنوب الغربي من مدينة خيرسون في مسعى لتحرير شبه جزيرة كونبرنسبيت. نتابع وإياكم مع شبه الجزيرة تلك التي تكتسب أهمية استراتيجية بسبب وقوعها عند مصب نهر دنيبرو، تحديدا عند التقائه بالبحر الأسود. يتركز القتال في كونبرنسبيت على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو التي تتمتع بمناظر طبيعية ساحرة، لكنها ستكون محورية في المرحلة التالية من حرب التحرير الأوكرانية. سيطرت روسيا على شبه الجزيرة في يونيو الماضي في واحدة من آخر تقدماتها الملحوظة هناك في الجنوب، قبل أن تجبرها كييف على التراجع والتحول للدفاع. تسمح السيطرة على شبه الجزيرة لروسيا بإبقاء قوة أعمق في البحر الأسود، وحراسة الطرق المؤدية إلى موانئ في ميكولايف وخيرسون، وحماية قواتها في شبه جزيرة القرم. إذا استولت أوكرانيا على كونبرنسبيت، فإنها ستضع خطوط إمداد روسية التي تمتد شمالا من شبه جزيرة القرم تحت مرمى أنظمة الأسلحة الأوكرانية. قال فيتالي كيم رئيس الإدارة العسكرية في منطقة ميكولايف إن القوات الأوكرانية تحرز تقدما في كونبرنسبيت، وسيطرت بالفعل على بلدة أوتشاكيف على بعد أقل من 5 كيلومترات من شبه الجزيرة. بينما قال مدونون عسكريون روس إن القوات الروسية صدت الهجمات على شبه جزيرة كونبرنسبيت وفق ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز. مشكلة أخرى تواجهها موسكو، وتحديدا الرئيس فلاديمير بوتين، الذي وجه له مسؤولو بعض أقاليم البلاد نداءات لإنهاء تعبئة القوات المستمرة رغم إعلان وزارة الدفاع انتهاءها. ففي أحدث مؤشر على تصاعد السخط، أرسل مسؤولو جمهورية كاريليا وهي منطقة شمال غرب روسيا على الحدود مع فنلندا خطابا لبوتين يحضه على إصدار مرسوم يمنع الجيش من مواصلة التعبئة الجارية بسبب آثاره السلبية على المجتمع. كتبت إيميليا سالبونوفا وهي عضو في الجمعية التشريعية في كاريليا إن التعبئة تمثل مصدر قلق متزايدا للأسر الروسية ومجموعات العمل، والعديد من الناس يعانون من مشاكل صحية. أضافت أن التصاريح والخطب العامة الصادرة عن السلطات العسكرية ليست إجراءات معيارية، وبالتالي ليس لها قوة قانونية. تأتي الرسالة بعدما اتهمت أوكرانيا روسيا ببدء تعبئة سرية لتجنيد المزيد من المواطنين الروس في شبه جزيرة القرم، المنطقة التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014. هيئة الأركان الأوكرانية ذكرت أن إجراءات التعبئة السرية في صفوف القوات الروسية ما زالت جارية في شبه جزيرة القرم، فيما نفى الكرملين قائلا إنه لا توجد مناقشات بشأن تعبئة ثانية أو سرية. (تصفيق)